لأن أوتلوك يحتوي على مجموعة متنوعة من الوظائف، فقد تم تنظيمه على هيئة مجلدات، كل مجلد يتولى إحدى الوظائف، ويمكن بداخله أداء كافة المهام المتعلقة بهذه الوظيفة. يقع برنامج أوتلوك في إطار مشابه لأي من إطارات ويندوز، يحتوي على شريط عنوان يظهر به اسم البرنامج مايكروسوفت أوتلوك بجانب اسم المجلد المفتوح حاليا. ويحتوي أوتلوك على شريط قوائم يستخدم كباقي أشرطة أدوات أوفيس 2000. وتحت شريط القوائم تقع أشرطة الأدوات، والتي لها دور مهم جدا في أوتلوك، حيث يعرض أوتلوك افتراضيا شريط الأدوات القياسي، والذي يحتوي على الوظائف التي يمكنك تنفيذها في المجلد الذي تقف فيه حاليا. فإذا انتقلت لمجلد آخر تغيرت أدوات الشريط القياسي بما يلائم المكان الجديد الذي تقف فيه ووظائفه. وبعض أشرطة الأدوات تنقسم شاشة أوتلوك الرئيسية جزئين، حيث يعرض الجزء الرئيسي أحد مجلدات أوتلوك، بينما يظهر في الجزء الأيسر شريط أوتلوك والذي يستخدم للتجول بين محتويات أوتلوك. وفي أسفل الشاشة يظهر شريط المعلومات.